اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يجمع مملكه البحرين والمملكه المتحده من شراكه استراتيجيه تستند الى اسس تاريخيه وتعاون مشترك انعكس ايجابا على مسار العلاقات ونوه سموه بما تحظى به هذه العلاقات الثنائية من اهتمام ودعم من قبل قيادتي البلدين مشيرا إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المزيد من التطور والتقدم في مسارته على كافة الأصعدة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعدت السيدة تريزا مي رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة وعضو البرلمان البريطاني حيث نوه سموه بما تشهده مسارات العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين من نمو مستمر والحرص الدائم بالدفع قدما بالتعاون الثنائي وتنمية أواصر العلاقات وتوسيع مجالاتها بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة كما جرى خلال اللقاء استعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك واخر المستجدات الاقليميه والدوليه